السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا انطلاق القرعة من جديد، الملحقة الإدارية الثامنة تعود بالقرعة من جديد. كنهضروا على جامايكا، فغادي تتبعوا معنا أبرز اللحظات ديال القرعة إن شاء الله. خليكم معنا. في هذا الأثناء كتم المنادات على المستفيدين باش يدخلوا إن شاء الله العملية ديال سحب القرعة ديالهم، كيدخلوا مباشرة للقاعة. وغادي نقربكم إن شاء الله من الأجواء، وكما كتشوفوا الحمد لله كنشوفوا أعداد اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف. نتمناهم الله التيسير ونتمناهم الله الخير للجميع، ونتمناهم الله الناس هذو ييسر لهم في الإجراءات القانونية والمالية إن شاء الله، ويدخلوا السكنة ديالهم في أقرب وقت إن شاء الله. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، لاكارت ناسيونال ضروري الناس يجيبوا لاكارت ديالهم باش ضروري باش يكملوا الاجراءات داخل القاعه. كتم المنادات على 40 اسرة، ومن ثم كتبدا العملية، كتكمل 40 كتدخل 40 اخرى. العدد ديال اليوم الاربعاء فتقريبا عندنا واحد ما يزيد على 200 اسرة. خليكم معنا تبعوا معنا ابرز اللحظات ديال القرعة واخر المستجدات. كاين شوكة راه مكاينش البقعة، إلا كاين شي واحد تيقول كلشي هضرة الله يجازيكم بخير. حنا كنتواصلوا معكم في تواصل دائم، راه كاين شوكة ديال لي زابارتمون ديال البروبمات في الصخيرات هما اللي كاينين. كاين ثلاثة ديال النقط أو جوج ديال النقط اللي غادي نتكلم عليهم. النقطة الأولى هي هاد الالتزام هادي كنوقعو عليه الله يجازيكم بخير، غير تاخد الوصل ديالك هذاك الحكم وصل ديالك تتعرف اش من شقة اش من طابق اش من عمارة اش من إقامة، راه الشقة الوحيد راه إن شاء الله ديالكم في الملحقة الإدارية الثانية للمعلومات. ونبدا الإجراءات ديالك اللي عنده باش يخلص مباشرة 10 ديال المليون، اللي ما عندوش راه كاين الأبناء، كاين القرض العقاري والسياحي، وكاين القرض الفلاحي كريدي اغريكول والسياج. هاد الالتزام هذا الله يجازيكم بخير في ظرف الشهر نبداو الاجراءات ديالنا، راه اللي ما بداش راه غنبداو في السحب ديال 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 الوصل. عندكم شهر الله يجازيكم بخير. النقطة الثانية اللي بغيت نتكلم عليها هي هاد جوج ديال الصناديق، هاد الصندوق هذا اللي على اليمين ديالكم فيه الطوابق السفلية، فيه السفلي، فيه الطبق الأرضي، فيه السفلي. هذا خاص الله يجازيكم بخير بداو الاحتياجات الخاصة اللي ناس كبار اللي عندهم ملف طبي يدلي به. هذا طوابق من واحد حتى لربعة كما هو مكتوب في الصندوق. الله يجازيكم بخير، تنقولها وتنكررها، عندكم شهر الله يجازيكم بخير، شهر نبداو المسألة ديالنا اللي موجود راه ياخذ السواس ديالو في أقرب وقت، في أقرب وقت. وهذه ماشي مجرد كلمات اللي غادي تدوز، راكم شفتوا الناس راهم جيرانكم، راه اكثر من 200 اسره راه استفدات وتوكلات على الله ومشات للسخيرات. كاينه نقطه اخرى بالنسبه للمرافق، راه السلطات الولائيه وعلى مستوى العماله والسلطات المحليه في السخيرات راه قايمه بالدور ديالها باش توفر المدارس، والمدارس اصلا راه كاينه، وكاينه المقاعد ديال الدراسه باش ما كاينش شي واحد يقول لكم دي لا عندي ولا تيقرا يمشي تما ويدير واحد الزياره ميدانيه ويشوف شنو كاين. بالنسبه للمرافق الصحيه وكذلك بالنسبه للشباب وكل ملاعب القرب راه غادي
غادي تجي ان شاء الله في القريب العاجل. والله يوفقنا ويوفقكم بالخير. الله يعاونكم. بالنسبه لتبادل الشقق الله يجازيكم بخير، راه سميتها القرعه، راه سميتها القرعه، غاتقدر تصبر ما تجيش الله يرحم الوالدين، راه كتصبر السنة وكتصبر وحنا راه الاشاره ديالكم في الخدمه ديالكم، ولكن هذيك البدل راه سميتها الله يجازيكم بخير القرعه. كناخذ هذاك الشيء اللي بغيت، هذاك الشيء اللي عندي كتب لي الله سبحانه وتعالى، ماشي هذاك الشيء اللي بغيت. والله يرحم الوالدين، هاد الطوابيخ السفليه نخليوها للناس اللي عجزه والناس اللي عندها حالات خاصه، وخذ اللي كتب لك الله. الله يوفقك. سامي حاول يدير القرعه كيفاش تقولها، اللي عنده لاكارت ساليه ولا اللي عنده غير فقط الكوبي ديال لاكارت ناسيونال راه ما تدوش في الكيليزاسيون. التصوير بالنسبه للبنات راه 20000 درهم، جوج ديال المليون. الله يجازيكم بخير، الله يسهل الامور. كما كتشوفوا متابعينا الكرام، الكلمه ديال السيد القائد كانت واضحه، وبالنسبه للعمليه ديال القرعه انطلقت وغادي في واحد الاجواء جيده. بالنسبه للسيكتور الحالي اللي كيدير لهم الناس القرعه فهما جي اش 6 سيكتور 6 بمشروع الرياحين. فكما كتشوفوا معنا هذه الاجواء ديال القرعه اجواء مميزه. الله يحفظك. فكما كتشوفوا معنا اجواء ممتازه هنا في القرعه ديال قاطندور الصفيح. الاخوان كلشي كاين واحد التناسق واحد الانسجام وكاين واحد السلاسه في العمليه ديال سحب القرعه كما كتشوفوا معنا.